السلام عليكم. حاجه باهيه انه ولا عندنا ملاعبيه متواجدين في الشامبيونشيب، اما الحاجه الخايبه انه الملاعبيه هذوما ما همش متواجدين في قائمه المنتخب، القائمه اللي اعلن عليها الناخب الوطني فوزي البنزرتي للتربص الحالي، التربص اللي باش نخوضوا فيه زوز مقابلات رسميه 5 و 8 سبتمبر، مقابلات مؤهلين لكاس افريقيا المغرب 2025 باستثناء لاعب واحد وهو يان فاليري. ويان فاليري تو نحكيوا عليه، وممكن ثم علاش تقدمت له الدعوه ولا راهو كيف وكيف بقيه خيانه ماهوش متواجد في القائمه، وهذا الظلم بعينه. يعني وقت اللي بعض الصحفيين ولا الاعلاميين ولا الملاعبيه اللي قدموا، خلينا مش مشكل نسميه الاسماء بمسمياتها، وليد الهيشري من نوعيه نتاع الملاعبيه اللي ديما تحسهم ما يميلوش للملاعبيه اللي ينشطوا في اوروبا ويميل للملاعبيه التوانسه، تنجم تقول اصحابه وينجم يكون يتقابلوا مع بعضهم، هذا امر عادي عند الاخر وموجود كان عند ممكن العرب، خاطر هذوما نقابلهم، نجم نقابلهم في قهوه، نجم نقابلهم في بلاصه ما نجمش نحكي عليهم حكايه كذا وكذا حتى انهم يستحقوا نحكي عليهم، على خاطر باش يجي نهار ونتقابلوا في بلاتو ونتقابلوا في قهوه ونتقابلوا في كذا، فيكون ثم اشكال بيني وبينه. لكن الملاعبيه هذوما اللي ينشطوا في اوروبا والملاعبيه الصغار يعني ديما مش مشكل، لاني باش نقابلوا حتى كان باش نقابلوا صحه صحه وسلام السلام واقصد ربي على روحك، وبنسبه كبيره ما نجمش نقابلك، فمش مشكل وقت اللي نعفسوا عليهم. وليد الهيشري اش حكى؟ قال انه تشامبيونشيب افضل من حتى الدوري الفرنسي، هذا حكاه وليد الهيشري. يا خويا ما نقولوا كلام وليد مش صحيح، لكن اللي متاكدين منه انه تشامبيونشيب افضل من دوريات اوروبا الكل باستثناء الدوريات الخمسه الكبرى اللي نعرفوها. يعني ما دام افضل من الدوريات السويسي للدوري الدنماركي كذا، يعني افضل من الدوري التونسي، يعني افضل من دوريات الخليج باستثناء الدوري السعودي اللي على ما اظن ما ينشط فيها حتى اللاعب. يعني انت ملاعبيه كومبيتيتيف كيف ما يحبوا سي فوزي البنزرتي، خاطر سي فوزي اش قال؟ قال راهو انا ما نعيط كان اللاعب اللي قاعد يلعب، هذوما ملاعبيه قاعدين يلعب. نحكيو على حنا باع المجبري المقابله الثانيه على التوالي اساسي، نحكيو على الانيس بن سليمان ماهوش متواجد في القائمه، كيف اليوم انتقل الفريق جديد من شيفيلد يونايتد نوريتش سيتي، واليوم انزل في الشوط الثاني وقدم اداء خارق للعاده، وحتى من التعليقات نتاع جماهير فريقه قالوا اللاعب ابدى البلاء الحسن، واللاعب باين باش يقدم اضافه للفريق وصفقه رابحه وكذا وكذا. هذا كيف ما تقدمتلوش الدعوه. نحكيو على دريس الميزون، نحكيو على سامي شوشان، صحيح مش في الشامبيونشيب لكن ولد برايتون والملاعبي عنده ما يقول في روحه من الامكانيات، رانا كي نحكيو هكا راه مش باش يعيط لهم الكل في بلاصه، شكون مش يعيط اقل قليل وقت اللي انت تشوف القائمه فيها الفرجاني ساسي، اقل قليل تعيط اللاعب من الملاعبيه هذوما مكان الفرجاني ساسي، وقت اللي تشوف القائمه فيها بلال الماجري اقل قليل تعيط الملاعبي هذايا مكان بلال الماجري، اش يبيع بلال الماجري قدام حنا باع المجبري ولا قدام سامي شوشان ولا قدام انيس بن سليمان ولا قدام ادريس الميزون؟ لا بدا يعمل لي هكا ولا هم يحزنون، هذاك الكل في التفاهات وفي الفارغ، اما في الصحيح اقسم بالله كي يعمل كنترول تتسمى حاجه باهيه. من نجم كان نقول فوزي البنزرتي قاعد يظلم في الملاعبيه اللي هما من نجم كان نقولوا عليهم مستقبل المنتخب التونسي. باش نحكيوا على حنا باع المجبري، حنا باع شفناه اليوم كيفاش خرج، كيفاش حملوا المدرب وكذا، المقابله الفارطه تحصل على معدل 6.6 من 10 ولعب فقط شوط المقابله الحاليه، لعب للدقيقه 71 وتحصل على معدل 6.9 من 10، يعني على حسب موقع فلاش سكور. يا خويا ما نقولوا فلاش سكور مثلا يا خويا يعطي، ناخذوا باللي يا خويا يعطي نتاعو، يعني بالاليات نتاعو اعطاه 6.6 المقابله الفارطه، المقابله هذه اعطاه 6.9، يعني مقارنه بالمقابله الفارطه حنا باع المجبري المستوى قاعد يتحسن. مانيش باش نقولوا ما يكفيش، صحيح هو راه ماهوش هذا الاداء اللي ننتظروه من حنا باع، لكن علاش مانيش باش نقولوا هذا ما يكفيش؟ على خاطر اللاعب قاعد يمر بوضعيه صعيبه على الاخر، والمدرب قاعد يبين له راني حاجتي بيك، نعاودوا قولوها بدليل كيفاش صحح على 10 نتاع الصباح
السبعة متاع العشية متواجد في التشكيلة الأساسية. المقابلة متاع اليوم كيف متواجد في التشكيلة الأساسية، واللعب لدقيقة 71 يعني مازال حنبال ما عندوش الفريشور فيزيك متاعه، ما يخولوش باش يكمل 90 دقيقة في التشامبيونشيب. والدليل انه كي شفنا المدرب حمله، هذا دليل انه المدرب قاعد يوصله في مساج إيجابي، يا حنبع المجبري ألعب وراني أمعه. وهذا شنو، وهذا شنو السبب متاع الشيء هذا؟ السبب المبلغ اللي ضخته، اللي ضخه فريق بيرلي، الفريق مانشستر يونايتد، على خاطر نعاودوا نقولوها، لو كان مشي على سبيل الإعارة ما يركزوش معاه، ممكن يركزوا معاه لكن ما يركزوش معاه بالطريقة اللي قاعدين يركزوا معاه حاليا الكرة في ملعب حنبع المجبري. لأنه حنبع راهو ريتو العام هذايا باش يلخص كل شيء، كل مره ثم شكون يعطيك الاعذار، ثم شكون اللي انت عندك اعذار والناس تجي ضدك وكذا. يعني ساعات تكون مثلا ما عندكش اعذار لكن انصارك يخلقوا لك اعذار، وساعات يكون عندك اعذار واللي يكرهوك سبحان الله من بني جلدتك ما يعطيكش اعذار. حاليا الكوره كما قلنا في الملعب متاعك موسم كامل، المدرب قاعد يلعب فيك، المدرب قاعد يعطي فيك في الفرصة متاعك، المدرب عنده ثقة كبيرة برشا في الإمكانيات متاعك. ما ينجم الجمهور المنتخب التونسي كان يقول لك ورينا ش عندك، ورينا في ساقي، ما هو واحد عطاك عذار وواحد ما عطاكش وكذا. هاك خويا توا في الشامبيونشيب باش تلعب باش تاخذ فرصه كذا، ورينا ايش عندك. فيما يخص يان فاليري، يان فاليري اللي الى تقريبا الحدود دقيقه 60 65 متواجد في التشكيله الاساسيه، اللاعب متحصل على معدل 7.2 من 10 متواجد في قائمه المنتخب التونسي. ممكن على خاطر انت كي تشوف لهنا رائد بوشنيبه تقدمت له الدعوه لاول مره، تفهم انه الاظهر نتاع في الجانب الايمن نتاع المنتخب التونسي غايبين، وهو لهنا نحكيوا على وجه كشريده ونحكيوا على محمد دراج. ممكن نتصور الشيء اللي لازم الناخب الوطني باش يقدم الدعوه ليام فاليري ويقدم الدعوه الرامي بوشنيبه. لكن صراحه يام فاليري الراوه انه الى حد الان مازال ما خذاش الفرصه نتاعو في المنتخب التونسي، بالرغم انه كان يقدم في مستوى خارق العاده الموسم الفارق مع فريق اونجي في الدرجه الثانيه الفرنسيه، وطلع معاه للدرجه الاولى وقاعد يقدم في مستوى خارق العاده مع فريق شيفيل في الشامبيونشيب، ومستوى يخوله انه اقل قليل يعطيه فرصه في المنتخب التونسي. يحكموا عليه وظالمينه، يلعب لك الدرج، يلعب لك 7 دقائق، يلعب لك ما نعرف شنو، كيتو فارغه ما يصلحش هذاك، ما نعرف شنو هذاك كذا، وك الصحفيين والاعلاميين نازلين عليه تهو في الجمعيه نتاعو قاعد يلعب، وملاعبي متربي وملاعبي معناه تحسه متخلق، وملاعبي تحسه ما عندوش النوعيه نتاعك التكبر نتاع الملاعبيه، التكبر اللي نجم ياثر عليه بالسلب، وانا نلعب في كذا وجاي كذا ويلزمني ناخذ الفرصه نتاعي ويلزمني كل ايه. هاك تشوفوا وقت اللي قدموا له الدعوه، هاني جاي متربي سيد عويقل، نجي كان لعبتوني نلعب وقدم افضل ما عندي، كان ما لعبتونيش هاني خويا ساكت وصابر ربي سبحانه. النوعيه هذه نتاع الملاعبيه بين الجو العام تاع المنتخب التونسي قاعد ياثر عليهم، مع هذا ساكت وما يتكلمش، كان جاي واحد اخر في بلاصته يمكن راهو مشي على روحه وقال لك برا ربي معاكم انتوما والمنتخب نتاعكم. لكن هذا تحس الضمير نتاعو حي، تحسه بالحق يحب المنتخب التونسي كل ما تقدم له الدعوه، الا ويقول راني موجود. نعاود نقولها مرة أخرى، فوزي البنزرتي ركز أمورك مليح، على خاطر كي يكون عندك ملعبية أساسيين في الشامبيونشيب وانت قاعد تعيط لي وتقدم لي الدعوة الملعبية من البطولة التونسية ومن الخليج ومن قطر ومن قطر، هذه راهي نقطة استفهام كبيرة. جماهير أو نسبة من جماهير المنتخب التونسي راهم ما همشي باش يسكتوا لك، وأول عثرة راك باش تقوم بها باش تدور عليك الناس الكل، وحتى أقرب الناس ليك راهم باش يدوروا عليك. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة البياري كالعادة، ما تبقى كمش يقول لكم حظ موفق المنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس، وسلام.